احنا من البداية يعني من سنين يعني مو من هلا من قبل نحن كان دائما عندنا تعايش في محبة ما بين كل الأطياف يعني بغض النظر عن المكونات أو بغض النظر عن الأطياف وهيك ربينا يعني أنا من طفولتي تعلمنا أنه نحب الآخرين ونبادرهم نفس المحبة بغض النظر شو معتقدون أو دينهم. نرى أن هنالك أناس قد جعلوا الكرافة عندنا عادة هنا في الجزيرة تسمى الكرافة يطهر أحدهم في ابنه الذكر في حضن أحد الآخر. نرى حتى هذه العلاقة بين المسلم والمسيحي، المسلم والإيزيدي أو الإيزيدي مع المسلم أو مع المسيحي. هذه اللوحة الجميلة التي نجدها في الجزيرة السورية حقيقة عمرها طويل. داعش أو غيرهم أي شخص بغض النظر سواء كان أي منظمة إرهابية أو غيرهم أي شخص يريد يقتل الآخر هو إله الشيطان لأنه الله محبة بكل معنى الكلمة. هؤلاء فشلوا وباءوا بالفشل وسبب في ذلك أن المدارس الدينية الإسلامية والمدارس الدينية غير الإسلامية الموجودة في المنطقة ورجال الدين من أبناء الأديان والمعتقدات حقيقة فكرهم كان أوسع من هذا الفكر الضيق الذي تناوله داعش وتبناه ومشى في هذه المنطقة. الفكر التعصبي هو جاي من العصابة، فالعصابة لما واحد يغطي عيونه ما عم بيشوف ولا شيء، فما عم بيشوف الآخرين، فلا نحن اليوم لازم نشوف الكل، نقدم إيد المساعدة، نتمنى الخير للكل، لحتى نحن نعيش بسلام لازم نبلش بقى نغفر لبعضنا البعض. أنا أخطأت لك لازم تغفري لي، الشخص أخطأ لي أنا لازم أغفر له، نسامح بعض ونبلش سوريا جديدة أساس المحبة أساس السلام. حياة ستدوم بنا أو بغيرنا، لكن كيف نحن إذا كانت لنا بصمتنا الخيرة على جبين الإنسانية أننا نحن أبناء الأديان والمعتقدات إخوة متحابون متوادون متواصلون متراحمون. هذه هي الجزيرة السورية وهذا هو ديننا الذي يوصينا بهذه الأشياء.